فاطمه بالسيدات اللي كيبغيو الحلوه اللوز ما كطيبش اها واللوز حيت كيحماض غنعطيهم واحد لاصوص اللي بقاو يصوبوا بها الحلاوه اللوز ويعني وسالين كناخذوا مثلا 50 غرام ديال الزبده 50 مليلتر ديال الزهر 50 مليلتر ديال الزهر اييه ربعه اللوز منقي ومطحون عقده بيض اها كناخذوا اختي النكهه على حساب السيده اللي بغات يعني الكراميل يعني لوز مر يعني اي حاجه نعم كنديروا فوق العافيه ديك الزهر والسكر مثلا ربعه غنطحنوا بها واحد 100 غرام شحال ديال السكر حتى هي و 50 غرام زبده غنديروا فوق العافيه اها فوق العافيه حتى كيبدا يتغير اللون هذا غنديروا غير الزهر والسكر بدا يتغير اللون نعم كنزيدوا الزبده كنديروا داك اللوز مره واحده بحال غنصابوا العجينه الباتاشو ونبقاو نحركوا بالمغرفه العود بالمغرفه حتى كينشف نعم وكنحيدو من ديك الكاسرونه كنديروا شي زلافه يبرد نعم ومن بعد ملي كيبرد كديري النكهات اللي بغيتي والالوان اللي بغيتي وكتبدا تشكلي حليوه نعم مثلا تلقاو وسط جوج بلاستيكات وتاخذ مطبع ديال الشهده تطبعو والنص ديالو بحال غتولفو لارا هكا في النص ديرو في الشكلاط يعني والاخر كيبقى وجناب شويه اللوز مرمش بالقشور بكلشي محمر فاطمه فاطمه الا سمحتي لي راه ماشي سهله واخا المستمعين تسمعوا راه ماشي سهله اننا نصيبوا العقده بهذه الطريقه ياك ولا لا هذه هي العقده اللي كنديروها في بريوات ديال اللوز اه واش هي لا سهله لا 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 ماشي هذه واش سهله سهله لان كيف قلتي اننا كان يعني كاسروله كنعبنوا فيها الزهر مع السكر شويه ثم كان المقادير ديال السق وينشف ما يبقاش اللوز جاري واش خاصها دائما تبقى تحرك يعني ترد البال ديالها السيده وهي كتخدمها ياك ولا لا جميله والكاسرونه ثقيله واحد 10 دقائق ينشف نعم وتحطوا في شي بول دجاج ولا هذا غادي يزيد ينشف نعم غيولي ان بات غادي تشكلو كما بغات نعم اذا واضح مشكوره فاطمه على هاد بغيتي نزيدك شي حاجه ناخذوا حتى مكالمات بحادين اخريات انتم ديالنا ياك ولا لا فاطمه مشكوره فاطمه على الطريقه هاد التويبله اللي عطيتينا اليوم كيفاش يمكن لينا نحصلوا على عقده ديال اللوز تكون ممتازه انا دقت العقده ديال اللوز بهذه الطريقه هذه وفعلا كتجي زوينه بحال المذاق ديال الكراميل نوفل صراحه زوينه